السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنرجع مرة أخرى لبعض المهن القديمة اللي كانت موجودة وكان لها أثر كبير جدا في المجتمع، وأغلبها انقرض حاليا أو تغير أو تطور. أول حاجة مقاول الأنقاض. كان زمان أما حد يجي يهد البيت بتاعه ما بيجيبش اي حد يهد البيت وخلاص، لا بيجيب مقاول اسمه مقاول الانقاض. بيعمل مقاول الانقاض ده بيجيب العمال بتوعه يطلعوا الحجاره سليمه ويطلعوا الابواب سليمه ويطلعوا الشبابيك سليمه وياخدوها المخازن بتاعتهم علشان يبيعوها لمتعاهدين اخرين. من اكثر الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها اللي هي الابواب الاثريه والشبابيك الاثريه والمشربيات القديمه اللي كانت بتباع ثم تنتقل الى الدول في اوروبا او دول اخرى، يعني لانها تعتبر اثريه. وللاسف احنا ما كناش بنقدر قيمه هذه الاشياء الاثريه اللي كان بيشتريها مقاول الانقاض. طبعا الشغل بتاعه كان شغل حرفي عالي جدا، كان بياخد ايام واسابيع عشان يطلع كل شيء مظبوط وياخده ويبيعه. الناس بقى الاخرين اللي هم التجار الاخرين، حتى الحجاره اللي كانت موجوده في الحواري بتاعه القاهره القديمه كانوا بييجوا يشيلوها، كنا من اللي بتتباع تطلع تلاقيها موجوده في بعض الدول الاوروبيه او اماكن اخرى. المهنه الثانيه مهنه شيخ الحاره. شيخ الحاره بيعتبر هو رجل الامن في المنطقه، هو عين الدولة وعين البوليس، وهو ده بدأ من أيام المماليك اللي هم حكموا مصر من 1250 ل 1517، وبستمر بعد كده. واحنا كنا بنشوفه كان دايما راجل يجي، ساعات بيكون لي دكة حطتها في الحارة أو يجي يزور الناس ويكلم الناس، وكان بيقضي خدمات للأهالي، بيجمع المعلومات ويوديها للبوليس، وكان مكلف بحمايتهم كذلك، وبيعملوا لهم مصالح بتاعتهم، شهادات الميلاد، شهادات الجواز، شهادات الطلاق الى اخره. وما زالت الوظيفه بتاعته موجوده بس اتطورت في داخل قسم البوليس. لكن كان شيخ الحاره ده كان هو اليد اليمنى لاي مواطن في الحاره او في الحي بيحاول ياخد خدمه من مركز البوليس او قسم البوليس. في حاجه اسمها ضرب الوضع. ابين زين ضرب الوضع. كان بيجوا الغوازي او بيجوا اللي هم البنات اللي مش من الارياف، اللي هم من ايه بنسميهم الغجر او الجبسي باللغه الانجليزيه، وتقابلهم دايما على الشواطئ، لو كان لهم لبس كده مميز، لبس يعني تقليدي جميل، كان دايما على عندهم يعني حلق في ودانهم كبير وحلقان في مناخيرهم، وعندهم الوشم على دقنهم الى اخره، ويقعدوا يوشوشوا الوضع ويرموه في الارض ويقول لي يا شاب انت هتتجوزي فلان مش هتتجوزي فلان، الحاجات دي كلها. يعني الحاجات دي كلها كانت بتكون تسليه لكثير من الناس، لكن في بعض الناس كانوا بيعتقدوا فيها وده حرام. يعني الغازية اللي كان بتيجي دايما كان بيجي في الأرياف زمان حاجة اسمها السيرك، طبعا دول بردك اللي هي القبائل الغجر اللي كانت عايشة في مصر، تنتقل من قرية لقرية ومن ريف لريف إلى آخره، وفي الأحياء بيجوا بيلعبوا البهلوانات ويلعبوا الشقلبزات والحاوي إلى آخره وألعاب السيرك. وكان في حاجة اسمها غازية تيجي ترقص، دي رقصة تقليدية، ويمكن كان في فيلم مش فاكر حتى اسمه إيه، يعني احمد رمزي ونعيم عاكف وستيفان روستي وزينات صدقي وسراج منير الى اخره، بس انا مش فاكر اسم تامر حنه، اسم الفيلم تامر حنه. ده كان جزء ممثل لهذه المهنه اللي هي الغازيه. كان في حاجه اسمها حامل الاخبار. حامل الاخبار ده كان من زمان، يمكن مثلا من اكثر من 500 سنه، ايام السلاطين ما كانوا بيحبوا يعلنوا الخبر، لا كان في تلفزيون ولا كان في راديو ولا كان في اذاعه ولا كان في تليفون ولا كان في ميكروفونات ولا شيء. كان بيجي واحد كده يبقى ماشي في وسط الاسواق ومعروف ان هو مكتوب، يعني معروف الناس عارفه هو مين، ولما يقف يقول لهم الاخبار اللي هيعملها السلطان او هيعملها الخديوي او الاخر، الضرايب هتزيد، المشاريع هتبقى كذا،
يعني كل الحاجات دي كان بيقولها لهم هو. دي الحاجات دي كانت قديمة جدا، وكان الشعوب في الوقت ده أو المجتمعات في الوقت ده انتهجت مثل هذه المهن علشان توصل خبر القصر الحاكم إلى الشعب والرعية. في حاجة تانية اسمه اللي هو أنا مش عايز أسميه زبال، اللي هو جامع القمامة والحمار. العلاقة بين القمامة والحمار طبعا دي كانت مهنة رائعة جدا جدا جدا، وأنا عصرتها إلى أن انتقلنا حتى من الحلمية لمن الأوقف العجوز، وكان بيجي لنا يعني في الأسبوع أو مش فاكر بقى كل أسبوع ولا كل يوم، كل يوم أعتقد، وشاب كده ومعاه عربية بحمار يطلع يجمع القمامة كل يوم من البيوت. كان الشغل بتاعهم يعني ممتاز 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 ممتاز، وكان أغلبهم من إخواننا المسيحيين، لأن كان عندهم مقالب زبالة كبيرة جدا. وأنا فهمت دلوقتي إن أو فهم يعني بعض الأشياء إن ليه إخواننا المسيحيين كانوا ممتهنين هذه المهنة، لأنهم كانوا بيجيبوها، وأنت عارفين الخنازير عزكم الله بتحب تأكل الزبالة أو تأكل الأشياء دي كلها، فكان في علاقة ما بين تربية الخنازير وجمع القمامة من البيوت. فكان تكلفة جمع القمامة دي من إخواننا دول بتساوي نديله يمكن في الشهر يا ربع جنيه يا 50 قرش، لكن كان الميعاد مظبوط، الجمع مظبوط، عربياتهم وهي ماشية في الشوارع اللي هي بدائية دي كانت ما يخرجش منها أي شيء من الزبالة يقع فيه على الأرض. وللأسف دلوقتي اتلغت هذه المهنة وجابوا شركات تجمع القمامة تاخد أضعاف 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 اللي كان بياخده إخواننا جميع القمامة دي، ويستفيدوا منها هم من فرز القمامة وتربية الخنازير. وجت شركات عملاقة يعني أصبحت تكلف الناس يعني الجلد والصبر. دي بعض المهن اللي أنا كنت عايز أذكر المشاهدين بيها، لأن في كتير جدا منكم ما يعرفش شيخ الحارة، يمكن ما يعرفش يعني إيه أنقاض، مقاول أنقاض، يعني ضرب الوضع، يمكن بعض الناس يعرفوها، الغالبية يمكن يعرفوها حامل الأخبار ده أو ناشر الأخبار أيام السلاطين وأيام الملوك في الماضي. طب أنا أشكركم جميعا وجزاكم الله خير على حسن مشاهدتكم، وإذا عجبكم الفيلم شاركوه مع أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله.